بص بصراحة أنا عمري ما حد سألني السؤال ده. It's very interesting. يوسف صبري جدا. النهاردة معانا حلقة جديدة ومعانا جست خطير جدا يا جماعة. معانا أكبر ميك اب ارتست في مصر, تشتغل مع جميع الفنانين في مصر, جميع الانفلونسرز, بجد يا جماعه خطيره جدا. معانا ايه عبد الحميد. هلو. ايه مبسوطه جدا بالمايك. انا بحب المايك ده قوي يا جماعه. ديسكليمر. ايه, اولا عملتي 6 ممثلين, 6 سوبر ستارز في الفيلم فيستيفال في يوم واحد. يا ازاي؟ بص, هو الموضوع كان ما تخيلش ان هو هيكون بالجنون ده او بالسرعة دي, بس it ended up ان انا في الجونة فيلم فاستيفل عملت في الopening 6 celebrities. مين ممكن تقول لنا مين؟ عملت لباسان شوقي, منى زكي, انجي كيوان, كارين وازن, هادية غالب, and مايان السيد. I did all 6, they were all, كلهم في اماكن مختلفة وكلهم كانوا لازم يجهزوا في وقت واحد. ممكن تحكينا ازاي؟ مش هعمل كده تاني. ازاي لك ازاي كنت يعني ازاي كنت تفكري في ايه؟ كنت كام آية؟ just one آية. متأكدة؟ بس يعني I had a lovely assistant معايا برضو, كانت هي اللي بتسوق وكنا بنروح من مكان لمكان وكانت بتساعدني نشيل حاجة بسرعة. لا يعني هو mostly time management. اوكي. لا, تايم مانجمنت كان كويس بغض النظر عن ان كل حاجة بسبب الحريقة اللي حصلت اليوم اللي قبليه في الجونة اتأخرت, فكل حاجة اتأخرت, بس يعني الحمد لله الحمد لله I did it في الآخر. How ازاي تقدري تشتغلي بكل البرشر ده تحتيكي, بالذات دلوقتي الحياة اللي احنا بنعيشها حياة anxiety, كلها انزايتي. وانا بس ان انت قلتي كده جالي انزايتي. تخيل بقى تبقى معايا جالي بانيك اتاك. لايك هاو دو يو مانج تو دو ذس. بص, it takes experience وسكيل انك تقدر توصل الليفل ده من البريشر, بس انا بورك اندر بريشر في حاجات كتير قوي. يعني مثلا اون سيت لما بيكونوا في وقت كاميرا, وقت اللي لازم السليبرتي بقى قدام الكاميرا فيه, انا لازم اخلص مثلا, بيجي لي ساعات اني اخلص ميك اب في ربع ساعه كله, يعني وانا باخد مثلا ساعه ولا تسي لازم ربع ساعه اخلص, ما ينفعش عشان لو اتاخرتي في كاميرات في الدايركتور على السيت. فانا بورك اندر بريشر كتير قوي, فتقريبا اتعودت عليه. لسه بيجي لي انكزايتي ولسه بجت ستريسد, بس يعني بعرف ان انا اورك اندر بريشر يعني من الاكسبيرينس. في حاجات يعني في حاجات قبل كده مثلا كنت بتلعب رياضه, كنت بتكومبيتي في حاجه, كنت في المدرسه بتذاكري كتير, او كان في اي حاجه خلت مرنتك على الانكزايتي دي, ولا او مثلا عيلتك كانت شغاله في ده فكنت بتشوفي؟ انا بابايا ميك اب ارتست برضو. nice. اسمه محمد عبد الحميد, هيز نون في الميدل ايست. وجدي محمد عشوب. wow. كان بيشتغل مع سعاد حسني ووردة والناس دي كلها. wow. It's in my blood. بس ما حدش اكشلي علمني اني اشتغل تحت بريشر غير الاكسبيرينس. okay. يعني غير لما اتحطيت في الموقف. انا من النوع اللي لما تحطيني في الموقف لازم I have to do it. nice. اخلصه from A to Z. فلازم بيجي مع الاكسبيرينس. يعني مع اول شغلانه لازم الموضوع بيبقى متوتر وببقى مش عامله الموضوع 100% بيرفكت, بس I have to finish on time. فواحده واحده بيجي كده. ايه اول شغلانه اللي هي لايك This is like حسيتي ان في شويه anxiety وفي pressures, like كنتش عارفه like انا هقدر ولا مش هقدر. Oh my god, I have the perfect story. اتفضلي حضرتك. So في مره انا كنت رايحه لبابايا on set. okay. to assist him في فيلم الفيل الازرق 2. واو. فالمفروض كان عنده شخصية بتاعت لوليا اللي هي هند صبري لما كانت غجرية, و I don't know if you've seen it, بس كان مفروض تبقى غجرية ومش عارفة ايه وكده. وانا وهو اتكلمنا في اللوك واتكلمنا في كاركتر ديزاين والحاجات دي, وعملنا كل حاجة ومع الستايلست وكل حاجة كانت ماشية تمام, وانا رايحة اسيست حتى مش واخدة معايا اي حاجة. and then هم اتأخروا for some reason, وبابايا is like I'm out, انا لازم اروح عندي مش عارفة meeting في ايه, you're doing it. Wow. What is happening? فأنا
بالنسبة لي اللي هو أنا هعمل التست بتاع كاركتر في فيلم كبير قوي للمخرج مروان حامد وستايلس السيزة ناهد نصر الله, ناس بجد كبار قوي, وأنا اللي هو What am I doing? الكلام ده كان إمتى؟ من قد إيه الكلام ده؟ كان إمتى الفيل الأزرق؟ I think من 3 سنين. Okay. I'm not sure. Yeah. بس يعني I think من 3 سنين. مش فاكرة السنة, بس 3-4 سنين. ومشي وقلت له طب أنا معيش حاجتي, معيش حاجة, خلى حد يجيب لي الحاجة بتاعتي و I had to put my stuff وعمل التست أنا, and then I got the job. في الآخر أنا اللي عملنا عملت الميك اب بتاع شخصية لوليا في فيلم الفيل الأزرق. نزل صورة منها. Yes. It was crazy. بس يعني بس بسبب البريشر وبسبب ان انا اتحطيت في الموقف فبقوم داخله بقى في الموضوع. يعني كان ممكن لو باباكي كان سالك تحبي تعملي ده من الاول وكنت ممكن تخفي؟ لا 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 مستحيل, ما انا خفت يوميها اصلا, قلت له ليه اعمل ايه وبتاع فلا لا لا بس it was a pleasure, it was amazing. جامد قوي ان باباكي اداكي كان واثق فيكي واداكي شغلانه كده. بص انا احلى حاجه في حياتي بابايا. انسين بابايا هو اللي في الموبايل في الصوره. هو تحفة. شبه برونو مارز. فعلا برونو مارز مصري فعلا. بابايا هو فعلا اللي بيسبورت مي من داي 1, هو اللي بيبوش مي ان انا اعمل حاجات بره الليمت بتاعتي او انا بفتكر انها بره الليمت, بس بيدخلني جوه الموقف ودايما بيقول لي انتي لما هتتحطي في الموقف انا عارف انك هتقدري تعمليه وعلى اكمل وجه. لا هو يعني احلى حاجه في حياتي الصراحه. That's amazing. Yeah. تاخدينا بقى في الاول ازاي بداتي وازاي اكتشفتي ان هي دي الحاجه اللي انت بتحبيها وهو ده الباشن بتاعك؟ زي ما قلت لك انا عشان بابايا وجدي وكده فالموضوع اوريدي جوايا, بس وانا صغيره انا اكتشفت الموضوع ده وانا عندي 7 سنين. واو. كنت بحب قوي فكره التلوين والرسم والكلام ده كله. وبعدين كنت ببتدي بقى بجيب صحابي من المدرسه, عارف لما بتروح مع صحابك بس not to play around, not to do their makeup. كان كارثة. بس كنت باخد حاجات من مامتي وبحاول اخد حاجات من بتاعت بابايا وكده, وكنت بشتغل نون ستوب ان انا بجيب صحابي كل شوية واعمل لهم ميك اب. انا ريلي انجويد ات, وما كنتش يعني ما كانش فيه بقى سوشيال ميديا, ما كانش فيه الكلام ده, فما كنتش عارفة حتى التوتوريالز على يوتيوب كانت حاجات بسيطة قوي. فبالنسبة لي كان حاجة حلوة وجديدة وغريبة من وانا عندي 7 سنين. وابتديت بقى من وانا عندي 13 سنة ان انا اشتغل في الموضوع, يعني ان انا في استوديو بنزل وباخد كل الكورسز اللي بابا بيديها, بقول له يعني انا عارفة ان انت ان انا لسه ما وصلتش للليفل ان انت تهاير مي في الاستوديو عندك, بس I'm willing ان انا احضر كل كورس بتعمله, I'm willing to do everything. وكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اجين نوليدج من كل حتة. أوكي. وانا لسه يعني 13-14 سنة يعني. واو. That's how it started. ان انا نوليدج كتير قوي وكنت بعمل بعض اشتغل نون ستوب. وهي دي تريك مهمه قوي, ان بالذات في الميك اب ارتستري لازم الايد تشتغل طول الوقت, لازم ان انا اشتغل نون ستوب, ايدي ما توقفش, عشان somehow لما الناس بتقعد وقت وما بتعملش الحاجه اللي ليها دعوه بالارت عامه بينسوا, ايديهم بتنسى. الموضوع بيبقى مش بيعلى. فعملت كده. وبعدين خلصت هاي سكول, وكنت المفروض كنت عايزه ادخل حاجه ليها علاقه بالارت او ميك اب ديزاين او اي حاجه كده, طبعا مفيش في مصر. أوكي. بس كنت هدخل ابلايد ارتس في جي يو سي. وبعدين بابا واز لايك لا انتي تعالي نشوف حاجه ان هي تتخرجي وتبقي في الشغل اللي انتي بتحبيه اللي هو الميك اب. اوكي. فعلا مش عايزك تضيعي وقتك في الجامعه تدرسي حاجه ملهاش لازمه, مش بالزبط. هتفيدك في الشغل بالظبط, عشان هو عارف الشغل محتاج ايه. اكزاكتلي. عشان كده بقول لك هو احلى حاجه في حياتي. يعني ما كانش قال لك لا لازم شهاده, لازم تبقي دكتوره ما اعرفش ايه. بقى انا معايا شهاده, بس it has to do with makeup artistry عامه. في LA درست كل حاجه ليها علاقه بقى بالميك اب والسبيشال افكتس وبيوتي واير براشنج وكاركتر ديزاين وزي براش, كل حاجة درستها. وبعدين ابتديت بقى شغل على طول, و
كل شويه لو في اي opportunity مثلا رحت اخذت intensive courses في لندن، بروح لو في اي نوع من النوليدج اقدر اجينت دايما بعمل كده وبشتغل على نفسي اونلاين، بيبقى في courses كتير قوي، فدايما بحاول اشتغل على نفسي من ناحيه That's amazing. مع عمرك ما حسيتي ان مثلا ناس صحابك انا متخرجه من AUC من psychology، انا متخرجه من كده، عمرك ما good for them. انا بالنسبه لي اصل ليه اقعد 4 سنين اتعلم حاجه انا مش هشتغل فيها؟ ما هو ده بالنسبه لي it's a waste of time. It's knowledge. It's حاجه بالنسبه لي ممكن تفيدني انا شخصيا، بس مش هستفيد بيها في شغلي. Exactly. وانا I'm well educated في ناحيه الميك اب ارتستري والسينما وكده، لان دي كانت كليه ليها علاقه بس بالسينما. انا بسال ده عشان في ناس كتير قوي بالذات في العالم الجديد دلوقتي اللي احنا عايشين فيه، مثلا في حاجات زي في بردانة. لا اوكي هي بتبرد كل دقيقتين. مثلا في يكونوا عايزين يكونوا في الماركتنج، مثلا يشتغلوا في الماركتنج، مقتنعين ان هم لازم يروحوا الجامعه عشان يخلصوا، بدل ما هم ممكن يروحوا ياخدوا كورسات من ناس بتعمل ملايين او حاجه. عندنا التفكير ده، المايند سيت ده، ان لازم تخش جامعه تاخد شهاده وخلاص. في كتير من الموضوع، بس هو طبعا تدخل جامعه الاربع سنين لو حاجه هتبقى في شغلك او حاجه هتفيدك. في ناس كمان بتخش ما بتبقاش عارفه هي عايزه ايه، فبتدخل حاجه اللي ممكن potentially تحطها في المكان اللي هي ممكن تشتغل فيه. okay. لان مش دايما، يعني الحمد لله I was blessed enough ان انا اكون من وانا صغيره عارفه انا عايزه ايه. nice. في ناس كتير ما بتكونش اوريدي عارفه هدفها او عارفه هي عايزه تشتغل في ايه، فطبعا تخش جامعه وتتعلم الحاجات الاساسيات اللي ممكن تديها to open her mind شويه ان انا كويسه في الحته دي فانا ممكن ادخل فيها. nice. لكن اوريدي لو انت او انت عارفه من قبل الجامعه او whatever انتوا عايزين ايه، لا دوروا على الحته دي وتعلموها او ادرسوها او ادخلوا فيها، ما تضيعوش وقتكم في حاجه ملهاش اي علاقه بالشغل اللي انتوا عايزينه عشان بس just to have like a 4-year education من غير سبب. Love. انا بالنسبه لي كده، يعني yeah 100% I 100% agree. وبجد I love عجبني جدا اللي انت قلتيه. اولا لو مش عارف انت عايز تعمل ايه، جرب كذا حاجه، خش كذا حاجه مختلفه. بس لو انت خلاص متاكد وعارف بالظبط عايز تعمل ايه، يعني work towards your goal، اشتغل على هدفك وادرس. ما فيش عيب ان انت ما روحتش جامعه كذا او جامعه كذا. بالزبط. يعني في الاخر انت بتعيش نفسك، انت عايز تبقى مبسوط وعايز تعمل حاجه اللي انت بتحبها. صح. I love what you said. امتى اخدتي الستيب ان انت تبعدي عن باباكي وتعملي الاون انتيتي بتاعتك اي عبد الحميد، تبقى اي عبد الحميد؟ ازاي عملتي ده؟ ازاي عرفتي تنفصلي وتبقي your own؟ بص انا مش هسميها اني انفصلت، لان انا ما انفصلتش. يعني انا لسه الاستوديو انا ده بتاع ابويا اللي انا بشتغل فيه، بس somehow في حاجات فريلانسنج كتير قوي بعملها لنفسي. وده جه من ان انا طبعا ابتديت مع بابايا، وان انا دخلت الفيلد معاه وكنت باسيست هيم، وده اللي فتح لي الباب ان الناس تعرفني كآية. يعني كنت محظوظة كفاية ان ابويا يبقى already جوه الاندستري ديب في الاندستري. فان انا ادخل معاه as an assistant او كده، او ان انا at least من بعيد اتفرج او اتعلم او كده، ده فتح لي ابواب كتير قوي ان الناس تعرفني وتعرف شغلي وتشوف شغلي and they're like ايه اوكي طيب في وقت تاني قوموا مكلمني we need you مش عارفة nice. ايه and this is how it built up. That's amazing. That's really 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 cool. Cause دلوقتي اغلبيه الممثلين زي مثلا في الفيلم بيكلموا آية عبد الحميد عشان 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 تيجي هي تعمل ميك اب، عشان ايديكي انت تيجي تعملها. فذاتس اوسم. انت الموضوع ده خد وقت عشان تبني ولا في يوم واحد حصل؟ مفيش حاجه بتحصل في يوم واحد يا كذب خالص، مفيش كلام ده. انا بقالي 10 سنين تعبانه في الشغلانه دي. لا ديفينتلي مش في يوم واحد. انا اشتغلت كتير قوي ان انا ابيلد ماي سكيل، او ان انا ابني
السكيل بتاعتي في الميك اب ان انا اتعلم طول الوقت، بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعلم وما ما 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 بيأسش في الحته دي اللي هو انا I know enough فخلاص ده اللي هشتغل بيه، لا، لان كل يوم في الميك اب اندستري بيطلع حاجات جديده وبيطلع تكنيكس جديده وبرودكتس جديده، فانا I have to be aware بالحاجات دي كلها على طول. فاي ثينك هو بسبب الموضوع ده، بسبب كمان word of mouth مهمة قوي ان انا بشتغل على client دي على client دي، فهي تعرف حد معين فتقوم قايلة له دي ايه she's really good she's always on time she مش عارفة ايه she's professional فيقوموا they're like okay ممكن اجرب بتيجي كده. بس لازم اهم حاجة من ده كله ان الواحد يشتغل على السكيل بتاعته، انه always يبقى up to date مع البرودكتس مع التكنيكس مع الترندز اللي ماشية. الكلام ده مهم قوي عشان الناس تبتدي تهاير ايا اور اكس اور whatever. ف ده بالنسبة لي اللي بيحصل، يعني ان هو word of mouth، حد بيشوف حد بالميك اب بتاعي فيقوم قال له طب ايه ده انا عايز اكلمها، طب فبتيجي كده. فدايما you invest in yourself، ان انت بتدفعي الكورسات بتاعتك، انت اللي بتروحي تشتري ميك اب جديد، تعملي حاجات جديده. How important it is ان انت تinvest في نفسك. It's the most important thing، لان اول ما بinvest في نفسي وفي التعليم بتاعي وفي الكلام ده كله ده بيعلي مني، فاوريدي بيجي لي شغل اكتر عليه. فاهم قصدي؟ يعني انا بinvest في نفسي لدرجه ان انا دفعت فلوس just to attend ان انا ابقى مثلا في لندن فاشن ويك ان انا اشتغل فيه. ودي حاجة هو محدش بيدفع لي فلوس على الشغل اللي انا بعمله. بس دي حاجة بالنسبة لي مهمة ان انا اللي عايزة اتعلم منهم. فانا اللي هدفع عشان ابقى موجودة في حاجة زي كده. مع انك انت جامدة جدا في الميدل ايست. لا والله حضرتك ده بليز كيب جوينج 400,000 على بس برضو ده ما بيوقفكيش ان انت عايزة تروحي ليفل تاني وعايزة تعدي، وكمان بتروحي يعني مفيش ايجو، كمان ما عندكيش ايجو اللي هو لا انا ادفع ليه اروح لندن، هم هيكلموني هم يجيبوني. لا ما عنديش الحته دي خالص خالص خالص، بالعكس. يعني حتى لما انت دلوقتي بتقول انت اهم حد بالنسبه لي ام لايك نو اكيد لا، مش ما عنديش الحته دي، مش بصدق فيها قوي ان انا جامده ولا عشان بشتغل مع مش عارفه مين. مش 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 جوايا خالص، بالعكس. انا لسه في كتير قوي حاجات عايزه اعملها واوصل لها، يعني انا لسه ما وصلتش للهدف بتاعي. يعني واو، ايه الهدف بتاعك؟ لا لو انت ما وصلتيش للهدف بتاعك انا عايز مش عارف اعمل ايه. احلامي هنا. انا الهدف بتاعي ان انا ابقى انترناشونال ميك اب ارتست اكتر. I want to have my own brand. واو. من وانا في الكليه في LA بالنسبه لي نفسي ابقى اول مصريه اخد اوسكار في بيست ميك اب في الفيلم اندستري. واو. Yeah, it's big. بس يعني دي أهدافي في الحياة عامة. يعني الهدف بتاعك مش فلوس، مش 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 مش, مش شنط معينة. مش فلوس إيه، كل حاجة بتيجي وبتروح والشنط بتتقطع وتضيع. مش ده هدفي. لا أنا يعني goal oriented قوي في حتة شغلي، من ناحية انا السكيل بتاعي تعلى، الاسمي يعلى، براند يبقى عندي براند، حتى لو وصلت ان يبقى عندي تيم. انا برضو دي بالنسبة لي حاجة مهمة، بحب قوي الادوكيشن اللي عندي على انستغرام بتاعي. Choose the tips. Yes, I love choose the tips. How did you know? Research بقى. كنا بنتكلم قبل البودكاست. حكيت له كل حاجة عني وكنتش عارفة اي حاجة عني. كان واضح ان انا عارفها. Love it. في دي حتة برضو بطلع فيها ال knowledge وال education بحب اعمله قوي للناس، بحب عامه ان اعلم غير. Yeah, I love it. ف I do it من خلال السوشيال ميديا بتاعتي. What else? How do you feel ايه بيبقى احساسك لما 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 حد يجي، واحدة تيجي ويبقى اليوم ده المفروض يبقى احلى يوم في حياتها، ومفروض تبقى شكلها احلى حاجه في حياتها؟ فرحها. Yeah, بالظبط. What's the feeling after you finish the makeup؟ خلصت الميك اب بتاعتها وخلاص بتشوف هي شكلها بقى عامل ازاي. Like what do you feel like
I feel amazing. بحس بسوبر باور رهيبة، مع ان ممكن بالنسبة للناس له it's makeup بتاع، بس لا it's not life changing بالنسبة للناس، بس بالنسبة لي اللي هو ان انا اخلي بنت تثق في نفسها وتحس بنفسها، she feels herself و she feels confident، بخليها at least 10% happier than she nice. is. ده بالنسبة لي بيبقى اهم بكتير قوي من الماديات والكلام ده كله. it just it gives me superpower confidence، وببسط قوي ان انا بعمل حاجة مهمة في يوم حد تاني، ببسط قوي من الفرحة اللي بتبقى حواليها. it just it puts a smile on my face. I love it. ازاي بتقدري دلوقتي في عالم السوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيه وعندك فولوورز كتير جدا واغلبيه الناس اللي بتعملك فولو ناس مهمه وناس مشهوره، ازاي بتحاولي تخلي الايجو بتاعك تبقي متواضعه؟ يو نو ازاي يعني انا مش هبقى متواضعه عشان انا كنت انت ما كنتش هبص لاي حد في الاوضه دي ولا انت لا باصل يعني ازاي ما بتفكريش انا لازم ابقى لازم اروح اشتري الشنطه دي؟ ازاي هدفك بيفضل ان انت تخلي الناس مبسوطه، ان انت تكبري باسمك، ان انت كواليتي بتاعك، ان انت تحسني من نفسك، وان مش الناس شايفاك ازاي؟ لا دي لبست كذا، كانت لابسه في الدرس ده كذا، دي جت كانت مش عارفه ايه، لابسه الساعه كذا. ايه اللي بيخليكي تركزي على نفسك وما تركزيش الناس تقول ايه عليكي؟ بص بصراحه انا عمري ما حد سالني السؤال ده. It's very interesting. يوسف صبري مايند سيت جدا. لا it's really interesting لان فتحت مخي في حته تانية خالص. انا حاسه ان انا ممكن اكون اتربيت على ده من وانا في بيت اهلي، وانا بابايا دايما بشوفه لما بننزل او حاجه people come up to him اللي هو استاذ محمد ازيك، انا بحب شغلك قوي، انا مش عارفه ايه كده، وهو بيبقى هامبل قوي قوي قوي. فانا اتعلمت الحته دي ممكن منه. اتعلم هو دايما حتى بينزلني كده اللي هو ما تفتكريش انك عشان عملت كده. دايما بيحسسني انه لا في اكتر، في احنا لسه صغيرين، لسه في حته مش كبيره، لسه في اكتر، لسه في ناس احسن، لسه في مش عارفه ايه. فانا دايما عندي الحته اللي هو لا انا لسه ما وصلتش. ف if you have that mindset انه لسه في اكتر، لسه في تعليم اكتر، لسه في ان انا عايزه اعمل حاجات تانية، هتخليك humble يعني. او كمان surrounding بتاعك مهم قوي، ان انت surround yourself بناس ما تقعدش اسمه ايه مش تنفخ فيك، بس يعني surround yourself بناس عارفينك من زمان. أيوه. بتبقى yourself معاهم، ده دايما بيخليك برضو humble. الناس اللي حواليك عندها اهداف برضو كبيرة في الحياة، عايزة توصل لحاجات معينة. بالزبط. في الحياة مش materialistic بس. Exactly. انا حاسة ده مهم. في دخل في حياتك ناس toxic كتير قوي. الله. كتير قوي. حاجات كتير قوي. يا خبر. هو في حد ما دخلش في حياته حد توكسيك؟ طبعا بيبقى في كتير قوي، بس بالوقت بتبعد نفسك عنهم يعني. بس ديفينتلي كل حد اكيد دخل في حياته حد توكسيك لفترة. وفي ناس يا ده انا استنى هقول لك. انا مبسوط جدا. ده انا يعني انا في وقت المدرسة بس في grade 4, 5, 6 I was bullied جامد قوي. مش نايس خالص. مش نايس. مش نايس خالص. Excuse me. Sorry. I got bullied كتير، وبعدين ده طبعا خلى الكونفيدنس عندي طبعا وقع. فلسه I'm still working on it actually. wow. يعني بس لفترة كان ناس بتيجي وبتتريق وبتعمل مش عارفة ايه وبتاع. How are you working on it? They come to me and they're like, "Anna, ازيك عامله ايه وحشتيني بتاع." And I'm like, "Oh my god, hi." هو they're being nice to me. وفي الاخر بيكونوا عايزين مني حاجه، عايزين مني خدمه، عايزين مني نعمل ميك اب لصاحبتهم ما اعرفش فين. I'm like, "Jeez, what is this?" ف definitely بيبقى في حاجات توكسيك كتير قوي. في ناس بيبقوا صحابي وبعدين بنسيب بعض شويه، and then they come up to me وبيكلموني وانا بفتكر ان هم عايزين يطمنوا عليا or something، and then it ends up انه حد عايز مني حاجه. تمام. الموضوع ده بيحصل كتير قوي.
في الاول كنت بزعل وبتضايق وبحس اللي هو انا ليه الناس بتكلمني عشان شغلي بس، ليه ما حدش بيكلمني كشخص يعني. بس بعدين بتتعود انه اه مهما تكون عندك صحاب كتير قوي في المدرسة وthis big squad والجروب ومعرفش ايه، في الاخر eventually you're gonna end up with like 2-3 people هم اللي فعلا they're true to you وبيحبوك عشانك انت، مش عشان حاجة انت بتعملها، مش عشان حد انت تعرفه، مش عشان اي حاجة غير ان هم they just love you and support you as you are as a person. فدي للأسف بتيجي مع الوقت وبتيجي بعد ضغط وتعب كتير بسبب ان الناس بتيجي and then they leave you and then they want something from you، بعدين بياخدوا مصلحتهم وبيمشوا، وده الموضوع بيأثر قوي. بس بعد شوية بتكتشف ان فعلا انت مش محتاج كل الناس دي حواليك، انت because it's all fake. It's all it's fake. Not real. Yes. محتاج بس الناس اللي فعلا بت show you love and support just because you're useful. Unconditionally. Exactly. مش عشان اي حاجة، مش عشان عايزين منك حاجة. وال surrounding ده هو نرجع تاني برضو اللي بيخليك humble، بيخليك حاسس ان انت كده كفاية، ده حلو قوي ده. لكن what were we talking about again? Where is this going? No, this is awesome. Why is I got any في حتة البولينج؟ How like bullying is real. Yeah. You know, we can touch this on this. I can't say I really got bullied in my life when I was younger because I used to play a lot of mixed martial art and I forgot. Like I was a bigger kid, you know. So it was I كنت بتضرب. أنا فاكر مرة ضربت كنت زعلان جدا وما كنتش أقدر أعمل حاجة. So but ممكن تقول لنا like how are you? You're saying you're working on the past on how you got bullied. إزاي الواحد يشتغل؟ ده المخرج عبد الله عادي ما تلاقيش حضرتك. بس مش هنقدر سايلنت اون سيت، مش هقدر اطرد المخرج الصراحه صعبه. مش ممكن كده. استاذ عمرو ممكن تزعل المخرج. anyways سوري بولينج هو بيأثر، هو بيعمل بولي للمخرج. yeah so how are you working on bullying, how are you trying to يعني اكيد كانت ايام صعبه جدا وكانت اوحش ايام حياتك. Yeah. You like, think it's the end of the world but it really isn't. Actually for some reason البولينج اللي كان بيحصل لي that will sound cliche but it actually made me stronger. في حته ان انا اعرف ان انا اتقبل النقد عامه، ان انا لو حد قال لي كلمه مش حلوه، كلمه مش على مزاجي او اعرف ان انا اتقبلها واعرف ان انا ممكن احولها في مخي لحاجه تانية، ان حاجه ما تاثرش فيا نفسيا. لما كان في فتره كانوا دايما موستلي البولينج كان بيجي على المنظر او على الشكل او على شكلي yeah, او especially it's weird like a lot of like girls that are like prettier they get bullied more cuz other girls are more jealous and تفتكري that's the reason why. I don't know. No. Like insecure girls, that's how yeah, I feel. Yeah. Cuz I've talked to like a few كلمت ناس كتير وكان عندهم نفس المشكله وكل مره عشان هما كانوا مثلا احلى بنت في المدرسه. Really? Yeah. It's crazy. طب وليه المدام احلى بنت بيبولي هير لي؟ ما عشان بقى الستاندردز، وبقى بعد كده بقى بتبقى اوبسست بقى بشكلها بعد كده. يعني انا بتكلم عن 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 مراتي. هي عندها يعني هي برضو got bullied طول حياتها في المدرسه وعشان هي كانت من احلى البنات في المدرسه ومش عارف ايه. دلوقتي عندها يعني مناخيرها، انا شايف مناخيرها تمام. تقولي لا مناخيري لازم اعملها عشان الحته دي، والناس كانت تتريق على مناخيري. طبعا واحنا صغيرين ما هم بيزرعوا جواك الانسكيورتي، ما انت بتاخدها وبتفضل جواك، فلما بتكبر انت خلاص يور اوفر البولينج والبين، بس يو ستيل هاف ذا انسكيورتي اللي الناس كانت بتقعد تشاور عليها. يعني انا اوكي قولي براحتك. كان مثلا في المدرسه there was this one specific guy اللي قولي اسمه عايز تعو حالا. لا كنا صغيرين بقى وكان في يعني كان دايما كان هو اللي عارف البني ادم اللي بيبقى مسيطر على المدرسه كلها وعنده سكواد كبير، عشان كده بقول لكم you don't need a huge squad. ايوه عنده ناس كتير and they all support him بقى، فبيخش معاه، ف it ended up ان المدرسة كلها بتتريق عليا because of that dude.
كان دايما مثلا بيتريق انا اي واز تشوبي شويه, كان بيتريق على ان انا تختوخه, ويجي حد تاني يقول لي مش عارفه ايه كرومبو بتاع. كان بيجي في وسط الكلاس بيتريق على بقي, بيندم دلوقتي فتح انستغرام بيج بيندم والله. طبعا يا جماعه بس في معلومه عدت كده عادي, باي ذا واي بتتكلم عادي, وهو انا عادي, انا جدي محمد عشوب عادي يعني, راجل ليجند عشان ما كيف تاريخ مصر صح, عمك للعالم العربي كله صح, ف ما ينفعش كده. انا اسفه ركز عامل عشوب شويه بس. لا 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 اشكرك استاذ عبد الله عاشور بس على اتاك عبد الله ممكن ان جيتينج بوليت كده لازم نقطع الكاميرا بتاع الكاميرا في عبد الله. لا لا بس اتس ترو اتس ترو اتس ترو اتس ترو. انا يعني بتشرف جدا ان جدي محمد عشوب يعني هو كان بيعمل ميك اب لسعاد حسني وورده واحمد زكي ويوسف شاهين, وكان بيشتغل مع يوسف شاهين, وكان بيشتغل مع احمد زكي ورئيس السابق حسني مبارك. ولا لا هو ليجند, بس يعني انا بس ما دخلتش ما تعمقتش في الموضوع, عشان انا لو تعمقت انا هتكلم بس عليه, لانه هو بجد كبير جدا في الاندستري يعني. That's amazing. And I'm proud. For sure. Super proud. For sure. Pressure بقى على دلوقتي. عشان كده I'm humble. I'm like I'm nowhere near my family. يعني انا لسه صغيرة قوي بالنسبة لبابايا وجدي. واو. يعني وأصلا ان انت عندك هدف, الهدف بتاعك بعيد جدا, بتحس ان انت دايما like ده بيخليكي humble عشان هدفك في حتة تانية خالص. For sure. عشان في ناس كتير قوي بتسألني it's like يوسف ازاي انت بتخلي نفسك متحمس ودايما عندك الدرايف ان انت توصل لحاجة, فتفتكر دي حاجة بتخليكي driven وحاجة بتخليكي تكملي؟ طبعا, لان دايما دايما بص على هدفي, دايما بص قدام, ما يعني ما ببصش على اللي انا عملته او اللي انا او الحاجات اللي جنبي, لا انا بص على الهدف بتاعي و I'm really focused on going there. فانا دايما مركزه في الحته دي, ما عنديش وقت ان انا اقعد اتمنظر باللي عندي دلوقتي, لا انا في حاجات كتير قوي لسه قدام ما وصلت لهاش وعايزه اوصل لها. ف definitely it's a drive يعني. That's awesome. هنرجع للبولينج تاني بعدين. ممكن نقفل حتة البولينج عشان عايز اخش في حتة ان انت مبصيش جنبك مبصيش على الكمبيتيشن. فعايزين نقفل حتة البولينج اولا. يعني الكلام اللي بيحصل, يعني لو في بنات صغيرة لسه في المدرسة وبيحصل لها بولينج وكده, بتحسي ان اصلا الحياه بتاعت المدرسه وكده لما الواحد بيكبر ملهاش اي دعوه بجد يعني بالحاجات اللي انت كنت فاكره ان هي اهم حاجه في حياتك. انا في وقت المدرسه كنت فاكره ان خلاص دي نهايه العالم اللي بيحصل لي ده. انا خلاص مفيش حياه بعد كده. ايوه. لان كل اللي حواليا بيتريقوا عليا وكل خلاص, ف everything is shutting down. بس اللي اتعلمته منها ان انا فعلا بقيت شخصيتي بقت اقوى, بقيت اعرف زي ما قلت لك اتقبل النقد, اتعلمت حاجات كتير قوي. فديفينتلي المدرسه والجامعه دي بتبقى فيز في حياه كل حد, اسينشال فيز, بتعلمك حاجات للريل وورلد, بتبني شخصيتك فيها. فمهم قوي ان if anyone is getting bullied في المدرسة او صحابه فجأة, البنات دايما بيبقى عندهم جروب بتاعهم كده, فجأة بيتضايقوا من واحدة فيهم فيقوموا عاملين جروب لوحدهم كده ويقعدوا يتريقوا على البنت الوحدها اللي كانت اصلا صاحبتهم. بتحس انه خلاص I'm gonna die, ما فيش حد بيحبني. ما لا خالص 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 بجد, هتعملوا صحاب احسن واحلى, الكلام ده بجد مجرد وقت وهيعدي. Nice. وفعلا what doesn't kill you makes you stronger. فعلا I believe in that phase, ان دي حاجة مش بجد مش هتموتك, فهي بجد بتبني شخصيتك وبتحسن منها. ف yeah. That's awesome. وكمان عايز اقول حاجة مهمة جدا, ان احنا جبنا اكل لآية بالانتاج وانتاج صرف انتاج صرف الصراحة في صرف حصل بالانتاج. بس كنت عايز اوضح الحتة دي قبل ما نخش في الموضوع اللي بعده.
احب اشكر الانتاج. نحب نشكر الانتاج واحمد لازم نشكر احمد احمد لازم نشكره. نحب نشكر احمد ان طلبات ما جاش فاحمد راح يجيب الطلب بنفسه قبل طلبات. انتاج هايل هايل. غير ان احنا اخرنا ايه ساعتين عشان مستنيين اكل ايه طبعا. طب ايوه انا سبب ما بشتغلش غير وانا واكله سوري. انا ما قلتش دي عشان ما اطلعش يوسف. لا انا بقول لك انا بقول لك اكل الاول ما نشتغلش. هو ده حقيقي ده حقيقي. الحته الجايه اللي كنت عايز اخش فيها هي كذا حاجه بس عايز اخش ان انت ان انت ما بتبصيش جنبك. مش فارقه معاكي الكومبيتيشن, مش فارقه معاكي مين بيعمل ايه, هو ده عمل ده خد الكونتراكت ده عمل ده. انتي مركزه في نفسك. I'm definitely aware of الناس اللي حواليا okay. بس مش باخدها ككومبيتيشن خالص. لان انا بصدق ده لكل ال upcoming makeup artists as well انه عمر ما هيبقى حد عنده ايدك او ايدك عامه. السكيل بتاعت الرسم او الفن عامه بتبقى حاجه انديفيديوال كده. ما ينفعش ان انا اللي انا بعمله انت تعرف تعمله 100% مستحيل. فدايما بيبقى بالنسبه لي الموضوع مش كومبيتيشن, بالعكس احنا كلنا بنعمل نفس الشغل, كلنا عندنا ممكن شبه بعض في الكلاينتال بس ما عندناش نفس الايد, ما عندناش نفس البريشر في حط الحاجه, ما عندناش نفس البرودكتس. حتى لو عندنا نفس البرودكتس مستحيل تبقى ايدي بتمشي زي ايد اكس مثلا. ف مهما حاول ان انا الحته بتاعت ان انا ابص جنبي ده معناه ان انا اقعد كل شويه ابص لاكس مثلا واحاول ابقى زيه او اكس ده انا بحاول امشي في الفوت ستيبس بتاعته بس لكن مش I don't have my own footsteps. Nice. فهفضل ورا الشخص ده مش I'm never gonna move forward. فلازم تعرفوا ان ال field اللي حواليكوا is not your competition. هو بالعكس انتوا كلكوا بتعملوا نفس الشغل, كلكوا بتعملوا نفس الحاجة بس في different skills, في different pressure, في different mindset. فكل واحد بيبقى ليه حلاوته في الشغل يعني. ملوش ما لهاش علاقه خالص بالكومبيتيشن خالص 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 يعني. Yeah. I'd imagine زي like it's يعني اكزامبل بعيد شويه بس زي العربيات يعني هو بعيد شويه انا عارف احنا بنتكلم بالعربيات يا جماعه انا عارف ان هو بعيد شويه بس قصدي ان 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 مثلا بي ام دبليو ومرسيدس الاثنين like very similar right. cars بس في ناس بتحب تركب بي ام دبليو صح وبتموت لبي ام دبليو it's a personal preference وفي ناس بتحب تركب مرسيدس مع ان مرسيدس احسن بكتير بس انا بقول ده الناس بتحب البي ام دبليو الفاشله دول اي هاف بي ام دبليو سو واتش اوت بقول كمان تاني مش لعبه لا انا قصدي البي ام دبليو احلى بكتير لا بس 100% والسوق كبير كفايه ان الناس كلها تشتغل بالظبط كل حد هيبقى ليه هيجي وقته وهيشتغل also في حاجه مهمه قوي ان الناس بتاخدها كومبيتيشن لان بتحس ان هي هتجيلها وقت الفيلد ده بالذات في الفيلد بتاع الفن عامه في العالم بيجي لك وقت and people get over you انه بتقعد فتره you're trending you're on خلاص your peak بتعمل كل حاجه and then بتنزل تاني لان في حد تاني جه بيعمل حاجة أحسن. فعشان كده دايما برضو بابايا بوصله تحية لازم نجيب لازم تجيب أنت لازم تجيب بابا أنا مش عارف تجيبني أنا ليه لا بس بجد والله ده يبقى شرف لينا كلنا أصلا لا كان دايما بيقول لي أنه دايما في حاجات جديدة هتطلع دايما انت بتعرفيش كل حاجة في المهنة فانت لازم كل شوية تتعلمي جديد لازم كل شوية لو شايفة ان في potential في حتة مثلا ال special facts اللي بتتعملي على الكمبيوتر ده الفيوتشر wow. اتعلميه هتسبقي اللي موجودين فما ينفعش يبقى حد يجي فوقيكي لان انت already دماغك هناك لكن لو ركزت بقى في اللي هنا واللي بيتعمل هنا وان انا اقلد ده وده وما ركزتش في الفيوتشر هيحصل فيه ايه I'm never gonna achieve my goal. I love this. I love this. I love this. I love this. This Thanks. Is crazy. I practiced that mindset. In front of my mirror. I really hope in
like I hope that people get shocked and like behind this like, you know, yeah, preppy girl على Instagram, that's yeah. all they see. Yeah. You know, ونتكلم عن الحتة دي ان هما دلوقتي بيسمعوا like إذا آية is machine ملهاش أي دعوة بال cute girl اللي احنا بنشوفها على Instagram مع الممثلين وكده. يعني behind the Instagram دي في حد تاني خالص الناس ما بتشوفوش. ايه الفرق ما بين Instagram والسوشيال ميديا عامة بالذات في حتة كمان ممكن نتكلم كمان ان انتي شغالة في حتة الميك اب وبتشوفي الناس ببشرتها الطبيعية, بتشوفي الناس على على حقيقتهم لما بيصحوا من النوم بعد الدش like بعد الدش you know that sounds wrong. ملوش 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 بقى ما فيش بقى 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 what's wrong with that? I don't get it. No, like without makeup at all, with no filters, yeah. nothing. It's just like clear face. Yeah. You know? They still look beautiful. That's exactly what I want to get to. Yeah. But الناس كتير قوي بتحاول تعيش اللوك اللي هما بيشوفوه على Instagram. Right. Which is not real. Which is I don't know. انتي makeup artist, انتي اللي بتبقى معاهم. في فرق ما بين Instagram اللي الناس بتوريه واللي ورا الكواليس. Definitely. اوكي اللي هقدر اكلمك فيه حته انه سوشيال ميديا او عامه معظم الكونتنت كرييترز دي اكتشلي جست شو الحته اللي بيوصلوا لها في الاخر. اللي بيحصل بقى الفايت اللي بتبقى قبليها دي ما طبعا ما بتبانش للناس, فالناس دايما بتاخد الاند برودكت وتحس ان هي دي الحياه. مثلا انا I created let's go back to Guna مثلا. الناس بتشوف الـ end result انه wow she worked with 6 celebrities red carpet وده اكيد مش عارفة ايه والناس هتعرفها ايه, بياخدوا الحلو من الموضوع. ما بياخدوش ان انا كنت بجري من مكان لمكان, ما بياخدوش بالهم ان انا خلصت ورحت على شغل تاني كان عندي الفجر وبعدين تصوير, ما بيشوفوش الحصل اللي بتحصل. الاسيستنت اللي معاكي دي كانت واحدة بقالكها كتير شغالة معاكي ولا ده؟ no actually هي جات معايا بس في الجونة. ده اول مرة تنزل معاكي؟ she hated me طبعا كرهتني كرهت لا بهزر. لا she was incredible بصراحة, وقفت جنبي وعرفت انها بس was she shocked من الاماونت definitely لان الشغل كانت متخيل كانت متخيلة ان هو ده اللي هيحصل. ايوه طبعا. ولا كانت متخيلة ان راح الجونة بقى راح الجونة وهنشتغل مع celebrities وكده؟ لا بس ما بس لما شافت ان احنا بنجري من مكان لمكان وان انا لازم perfect كل look, ده بيحتاج مخ رهيب ان انا اقعد مع كل حد اني اشتغل على بون ستراكشر مختلف, سكين تون مختلف, سكين تايب مختلف, عينين شكلها تانية فلازم ينفع معاها مش عارفه ايه لون الفستان, الحاجات دي كلها انا دي في مخي كلها. ف I'm not just doing like 6 people ورا بعض اللي هو رايحين ايفنت or something, لا it's a red carpet look يعني لازم تبقى on the spot عشان الكاميرز من كل انجل بتجيب كل ديتيل, فانا ده مش هينفع. فدفنتلي الحاصل اللي بتحصل والجري وان انا بتعب في دماغي ان انا بفكر في كل حاجة وكده, غير بقى ان في حاجات بقى في البيت ومتجوزة like there's a real life كمان برا. There's an actual life. Yeah, I have a real life غير انستغرام. بس الحمد لله يعني ربنا bless me with a really supportive husband صراحة. That's amazing. He's really supportive. وبالعكس هو برضو بي push me ان انا اعمل اللي هو مثلا لما يشوف حاجة he's like you should do that, you should go to that, you should learn how to do that. بالعكس يعني الحمد how لله. How important is it to find to have the right partner? It's really you. Important لأن أنا لو خالد ما كانش supportive كده أو ما كانش بي let's say مثلا أنا في التصوير مثلا أنا ممكن أقعد 18 ساعة برا البيت. Wow. Yeah, and then I have to go home just sleep على قد ما أقدر عشان رايحة 18 ساعة تانين في تصوير. Wow. This might sound crazy to people, but yeah, it's hectic, but it's worth it في الآخر لما بشوف الشغل على السكرين ولما هو أنت بتحس إن أنت بتشتغلي أصلاً وأنت on set كده, حاسة إن ده شغل أساساً ولا؟ طبعاً. إيه؟ طبعاً. أنت تخيل كده معايا الأفلام ومسلسلات من غير ميك اب, من غير effects, هذا الموضوع هيبقى weird. It's like you making a recipe من غير spices, من غير flavor, من غير حاجة. I mean like لو انت فعلا حاسة ان هو ده شغل ولازم تروحي المكتب ولازم عمرك ما هتقدري تعملي 18 ساعة 20 ساعة في اليوم وتصحي ورا بعض, فده اللي انا ده سؤالي. انا I'm passionate about do you feel that this is a job ولا this is like your life, this is فاهمة؟
like this is your passion. فما بتحسيهاش انها شغلانه يو يعني عمرك صحيتي يو انا لسه هروح الست ولسه يو نو لايك الجونه وانت راح عندك يعني سته بس انا ديفينتلي ببقى اللي هو ممكن في ايام تيجي عليا اللي هو I'm too tired انا عايزه اريح انا مش قادره بس بعد كده اول ما ايدي بتشتغل اول ما بحط اي حاجه او ببقى كرييتيف مخي بيبقى في حته تانية خالص جسمي نفسه ببقى سبيريتشلي في حته تانية الالتر ايجو بتاعك بيطلع تفتكري ايه الالتر ايجو بتاعك البي ام دبليو بتاعتي بتطلع لو انت كنتي ان انيمال تبي انهي انيمال كاز ان الالتر ايجو انيمال انا مش عارفه انت ممكن انت تقول تساعدني أنا ممكن ابقى لا ما اعرفش انا ممكن افكر انا ابقى ايه مثلا مش عارف ابقى ايه مثلا شارك 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 حاسس ان انا I'm very like impulsive I jump on the opportunity right away وما بفكرش فيها قوي and I think after فممكن قلت الايجو بتاعي شارك وابتديت اتعلم اعوم بس مسميني سمكه لسه مش شارك لسه ده الجول لسه انا سمكه يوسف صبري يا جمال شارك ان شاء الله لا I don't know مش عارفه مين ممكن ابقى حاسس تشيتا ممكن تشيتا powerful fast super fast gets on the prey very right. like مفيش صوت يعني they're very like discreet. ممكن. I don't know. ممكن with a mix of something else like a puppy or something. But so they're super cute when they're small, you know? They're like otter. Right. Yeah, they're like very very cute too. So when they're not too big. Well, here it is. Oh, puppy cheetah. Puppy cheetah. Puppy chulo. The alter ego بتاع أي عبد الحميد يا جماعة. I like that. The last thing اخر حاجه ايه what is the tip ان انت تخليها تديها البنات يبقوا نفسهم يبقوا ميك اب ارتست وان لو في بنات كتير حلمهم يبقوا ميك اب ارتست هو الحلم ده حقيقي ممكن يتحقق ولا دي حاجه هتبقى سايد جوب بس مش هيبقى كارير it's definitely not a side job لان it's not an easy job فزي ما قلت just عامة ميك اب او غير ميك اب لازم يبقى فيه نوليدج كبيره قوي في الموضوع اللي احنا ليتس سي ميك اب لازم يبقى عندنا نوليدج كبيره قوي بالميك اب اندستري عامه وبال ال 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 الباث اللي عايزين ناخده في حته الميك اب لان الفيلد بتاع الميك اب مليان حاجات كتير قوي يعني في البيوتي وفي الاير براشنج وفي الفاشن شوز في بس سيلبرتيز في موفيز في مسرحيه في كل الحاجات دي في ديفرنت اليمنتس لازم يعرفهم عايزين يعملوا ايه ويركزوا عليه ويتعلموه لان الموضوع من غير تعليم بجد كارثة يعني مش لان البرودكتس اللي بنستخدمها فيه كيميكلز كتير لو انا مش عارفة كيميكلز دي ممكن اعمل لك مصيبة في وشك فمهم قوي ان احنا نتعلم الشغل ومهم قوي ان احنا نبراكتس نون ستوب لازم 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 as much as possible لو انت لسه بتبتدي او لو انت لسه بتبتدي اقعد اتمرن على اي حد بجد literally مامتك اي حد من اهلك صحابك اي حد حتى لو على نفسك اقعد اتمرن اقعد جرب حاجات جديده دايما ابقى اوير بالجديد اللي بيحصل في الميك اب اندستري عامه في العالم مش بس ما تصغرش مخك في المكان اللي انت فيه بس لا بالعكس بص حواليك كتير من ناحيه الميك اب مش عامه يعني ما عشان لو بصيت حواليك يور جونا جيت ديستراكتد لايك اي سيد practice non stop education is very very important خلي عندك او عندك goal واسعى وراه ما تقعدش تبص حواليك ما تقعدش تبص على اللي انت عملته وندمت عليه لان ده مش هيفيدك باي حاجه ف definitely just be focused على الهدف واسعى وراه وما تخليش حاجه تحسسك ان دي حاجه دي حاجه مبدئيا ما فيش حاجه اسمها عمري ما هوصل لها لان ده مش اوبشن
يعني ده كده كده سنة سنتين تلاتة أربعة 50 سنة you're gonna reach your goal لو بتمشي وبتسعى بتسعى ليه. ف this is the main thing يعني always be humble, ما تحسسش نفسك انه انا اتعلمت واخدت كورسز في هنا وهنا وهنا وبشتغل كويس فانا I'm good. ده يا لهوي لو حد راح قال ايه خد كورس يا لهوي يا لهوي. ف انا واخد كورس من ايه هتهرج معايا ولا ايه. ف it's when it comes to education it's never enough. يعني دايما you have to be up to date. اي opportunity تيجي الشغل خدها. Practicing is very important. Also في ناس بشوف بنات كتير بتكون عايزة تدخل حتة الميك اب وبتاع and they're not willing to work خالص في الاول مثلا ببلاش. Yeah. انا لو قلت لك على كمية الشغل اللي عملته ببلاش just to learn and just to be there and just to gain knowledge منه. Yeah. مش هتصدق. I can imagine. بس for sure الفلوس مش اهم حاجة, مش ده الهدف. الهدف ان يبقى عندنا knowledge واكسبيرينس في كذا حتة عشان بعد كده نقدر نتكلم براحتنا. Yeah. نقدر ان احنا نوصل لحاجة احنا عايزينها. والفلوس بتيجي بعدين؟ Of course. يعني الفلوس بتيجي يعني مش عيب بقى بقولك بي ام دبليو بقى. اوكي هغير كارير بصراحه. البودكاست ده مش جايب همه. لا ديفينتلي اي شغلانه عامه لو انت مركز فيها وبتشتغل as hard as you can لا ديفينتلي بتاخد منها حاجه في الاخر. يعني لو انت يعني لو انت مركز ان انت تبقى احسن كل يوم, تبقى احسن من اليوم اللي قبله, تبقى احسن واحد في الماركت, تبقى دايما متابع الترندز, متابع اجدد حاجه. لو انت مركز في الحته دي ومركز على الارت بتاعك ان انت تبقى كويس جدا 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 right. الفلوس هتيجي طبعا, مش بكره, مش بعده, مش الاسبوع الجاي أبداً. مش كمان 6 شهور ابدا, بس هتيجي كمان سنتين, كمان 3 سنين, كمان 5 سنين, وهتفضل مكمله. right. يعني it's a long term لمدة الخمسين سنة جايين انت تقدر تشتغل او الثمانين سنة جايين تقدر تشتغل. Something very important and you have to have patience. لازم يبقى عندك صبر رهيب في الشغلانة دي لان ناس كتير بيعملوها, ناس كتير قوي 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 بيعملوها وناس كتير في المهنة. فلازم يبقى عندك صبر ان انت عارف انك هتوصل للمكان اللي انت عايزه, بس يكون عندك صبر كده انك تاخد الموضوع واحدة واحدة, انك تاخد الستبس كلها, ان ما تقعدش اللي هو انا لو ما وصلتش لده in a month لا خلاص depression. لا يعني لا بالعكس خالص, الموضوع محتاج صبر رهيب. يعني انت بقالك 10 سنين. انا بقالي 10 سنين. يعني الناس اللي شايفاه دلوقتي على الانستغرام this is ده ما حصلش السنه اللي فاتت, بقالك 10 من وانت عندك 7 سنين كنت بتتمرني وانت 13 سنه اشتغلتي. اكزاكتلي انا كنت فاكرك هتقول من 7 سنين بس I'm like no بس ابتديتي تمسكي براش في سنه بس وانتي 13 سنة ابتديتي تشتغلي بجد وتحطي ميك اب على الناس. That's crazy. فاللي الناس شايفاه دلوقتي خد 10 سنين. فلو واحد بدأ النهاردة ومتخيل ان هو هيعمله الشهر الجاي او نزل ثلاث بوستات على الانستجرام وما جالهمش غير فولوور واحد يعني it takes time for sure it takes a lot of effort وسوشيال ميديا على فكرة سهل الموضوع ده شوية. بتسهله وبتصعبه في نفس الوقت لان في ناس كتير قوي بتعمله فالكمبيتيشن مش كومبيتيشن الناس اللي بتعمل في الفيلد ده كتير قوي, بس بتقدر توصل للناس وتوصل شغلك بشكل اسهل من زمان طبعا. فزمان كنت ديفرنت كمان على السوشيال ميديا وتبقى يعني لو متابع الترندز وبتعمل حاجات كرييتيف جديدة right. ده هيوصلك اسرع للناس بالظبط. لكن زمان كان الموضوع word of mouth ان انا لازم اشتغل كتير قوي عشان كذا حد يعرفني. دلوقتي الموضوع بقى اسهل شويه مع السوشيال ميديا ان انت لو بتشتغل كتير بس بتنزل شغلك كله وبتنزل بتوري السكيل بتاعتك بتوصل للناس اسرع من مكان ما فيش سوشيال ميديا. فده الحلو فيها. Love it. قلت كلام جامد قوي بجد ايه. ما عرفتش اكمل. شكرا مرسي, نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله من اليوز سبري مايند سيت. لا بجد I'm really really impressed بجد. يعني ما كنتش متخيل ان ورا ان انا بشوف بس like beautiful makeup وكده في كل الشغل والفرهضه وبقالك 10 سنين ومن صغيره بتنزلي ساتس وبتشتغلي 18 ساعه like it's crazy dude it's crazy what you have to go through عشان توصلي. ولسه بالنسبه لك I'm like انا ما روحتش, انا لسه ما عملتش حاجه. انا لسه ما بداتش. انا لسه في كتير قوي قوي قوي.
بس بس وان انت بتنفسي نفسك وروحت لندن و وده رجع لك على طول because you invest in yourself. مش هنحرق حاجة دلوقتي بس بس يا كمان هي خلاص وصلت العالمية عامة يعني يا اللي عادين في مصر no I'm joking بس بس it proves ان through your hard work وان انت مركزة في هدف معين وان انت انفستي في عملتي investment في اللي انت عايزة توصلي له ده رجع لك بس واخد وقت بس والحمد لله دلوقتي هتبتدي تشتغلي في العالمية وبتطلعي تبتدي تشتغلي في لندن وبره مصر وفي نيويورك وكده fashion weeks yes that's crazy that's really crazy و... وان شاء الله هتشتغلي وهتاخدي الاوسكار في الميك اب I believe this لو انت وصلتي لغايه دلوقتي كده هو just you ان انت بس بتفرهدي في كل حته like it's crazy I can imagine ان انت هتوصلي لايه في الخمس سنين اللي جايين دول ما اعرفش لو هقدر اكلمك تاني صراحه صعب جدا الحلقه دي هنزلها بتاع 10 مرات على الخمس سنين جايين بص يا جماعه انا كنت مع مين ادي دي اللي خدت اوسكار اعرفها سو سويت يا رب ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ان انت جيتي على الشو بجد سو هامبل اوف يو ان انت جيتي معانا ثانك يو سو ماتش يا مان اعملوا فولو لاي عبد الحميد يا جماعه اي عبد الحميد بجد يس ثانك يو سو ماتش يا That's it, guys. I loved it. Thank you so much. مرسي يا جماعة ما تنسوش تعملوا فولو لآية عبد الحميد على الانستغرام ولو عايزين تعملوا أي بوكينج للميك اب الانفورميشن موجودة عنها على الانستغرام ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل تبقى حاجة لذيذة جدا منكم ياريت شكرا مرسي جدا طبعا فيديو اديتنج كورس يا جماعه اللينك في الديسكربشن تحت تتعلموا ازاي تمنتجوا وتبنوا البيرسونال براند بتاعكم او تبقوا موتور طبعا يا مدام نبعته لك حالا وان شاء الله عايزين نشوف اليوتيوب شانل بتاعت ايه بقى عايزين نشوف حياتك عامله ازاي بجد hopefully soon if you guys are interested just comment on that video اولا اول سبسكرايبرز اهم بجد so we would really want to see more of ايه عايزين نشوف ايه behind the scene من الميك ابس والشغل اللي بيحصل ده we'd love to see that we can't wait استنوها سمعتوها هنا قبل اي حد thank you guys love you thank you ايه have a great day guys